السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات إضافية على الحركة الدائرية، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار في المذاكرة يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. تبدأ سيارة حركتها من السكون وتتحرك بعجلة حول منحنى مستوي نصف قطرة، وتظل المركبة المماسية لعجلة السيارة ثابتة. هي معناها هتتحرك بعجلة منتظمة خطية، بينما تزيد العجلة المركزية لإبقاء السيارة على المنحنى لأطول فترة ممكنة. لذلك جبت لك هاي الرسمة. إذا عندك عجلة مماسية وعندك عجلة مركزية، إذا عندك عجلة كلية تؤثر في السيارة اللي هي محصلة العجلتين. ومعامل الاحتكاك بين الإطارات والطريق، ما المسافة التي تقطعها السيارة حول المنحنى قبل انزلاقها؟ عم ينبهك انه تأكد من تضمين المركبات المماسية والمركزية للعجل، لذلك انا جبت لك هذا الرسم. من السؤال ما المسافة التي تقطعها السيارة حول المنحنى قبل انزلاقها؟ تبدأ السيارة في الانزلاق عند النقطة التي يتجاوز فيها مقدار العجل الكلي أقصى عجلة يمكن توفيرها بواسطة قوة الاحتكاك. يعني هتكون القوة المؤثرة على السيارة تساوي للقوة الاحتكاك. هي نظري. المسافة المقطوعة بحلول ذلك الوقت منين بنحسبها؟ أنا هون رمزت لدي، حرمز لإكس لأنه أقرب لذهنك. للإزاحة تساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نصف العجلة في مربع الزمن، لأن هون عم يقول لك وتظل المركبة المماسية لعجلة السيارة ثابت. إذن هي معادلات الحركة بعجلة منتظمة. إذن حتى نحسب نحن إكس بدنا الزمن، محتاجين للزمن. هذه واحد. نقطة تانية باخذها أيضا من المسألة. بما أن السيارة تتعجل بانتظام بدءا من السكون، إذن السرعة كدالة للوقت تساوي السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن. والسرعة الابتدائية صفر وتساوي للعجلة المماسية في الزمن. هذا كله أخذناه منين؟ من المسألة ومن حفظك للنظري. ماشي، لسه ما بدينا بالحل. هلا بنبدأ هنا. بما أن السيارة يعني يبدأ الانزلاق عندما بتكون قوة الاحتكاك تساوي لها القوة المؤثرة على السيارة. قوة الاحتكاك تساوي معامل الاحتكاك في كتلة السيارة في عجلة الجاذبية. القوة المؤثرة على السيارة تساوي كتلة السيارة في عجلتها اللي هي بدها تساوي الجذر التربيعي لمربع العجلة المماسية زائد مربع العجلة المركزية. ام مع ام بتروح، بضل عندك هذه تسمى العجلة عجلة قوة الاحتكاك، وهي العجلة اللي بدها تأثر على السيارة ككل. بربع الطرفين طبعا، ميو عندي وجي عندي وايتي عندي. عندي العجلة المركزية. العجلة المركزية شو بتساوي؟ مربع السرعة الخطية على نصف القطر. والسرعة الخطية شو وجدناها؟ بتساوي العجلة المماسية في الزمن. نحن شو المطلوب؟ المطلوب المسافة X، واللي بتساوي نصف العجلة المماسية في مربع الزمن
إذن لازم معادلتنا تتضمن الزمن. إذن بستبدل العجلة المركزية من هذه، وبستبدل السرعة من هذه. لذلك بجيب ورقة وقلم وتابع معي خطوة بخطوة. بيصير عندك المعادلة، رتبتها هذه، رتبتها بهذا الشكل، ويسي أخذت V تربيع على R تربيع. هلا بدي استبدل V. V تساوي للعجلة المماسية في الزمن، موجودة هون بالتربيع، ربعتها على R والتربيع هي الكل. هلا باقي عندك الترتيب. بنرتب المعادلة بتصير بهذا الشكل، نستخرج منها المطلوب اللي هو T أس 4 صارت. هلا نحن بمعادلة المسافة، لأن نحن بدنا المسافة، عنا تي تربيع، لذلك بجزر طرفي المعادلة هذه، فبصير عندك تي تربيع وتساوي آر طلعت خارج الجزر لأنها هي الحالة أصلا تربيع، ومنخليها دولي. منعود بمعادلة المسافة إكس وتساوي نصف العجلة المماسية ضرب هذه القيمة، قيمة تي تربيع. مقام الكسر هنا عندك اي تي اس 4، وقت بتطلع خارج الجذر بتصير اي تي تربيع، نحذفها مع هذه بتضل اي تي. اذا بتصير عندك، يعني انا تجاوزت مرحلة التختصارات، فعود بالقيم الموجود عندك بيطلع هذا هو الجواب. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء بستر الآخرة.